تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها. وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6377 قضية تموينية متنوعة، وضبط 16 قضية مقاهي مخالفة، وغلق 5 أماكن لممارسة الأنشطة التعليمية، وغلق 1709 محل مخالف لقرار الغلق. وفي مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط عدد 23647 شخص، وعدد 6835 سيارة، وعدد 383 دراجة نارية، وعدد 661 مركبة توك توك. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية في أسبوع عن ضبط 7639 قضية تموينية متنوعة بمضبوطات بلغت 10329 أسطوانة بوتجاز، وتقدر قيمة الغاز المدعم 1,394,415 جنيه، وضبط 253,896 لتر مواد بترولية لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط قرابة 1005 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وسلع تموينية مدعمة لبيعها في السوق السوداء. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 175,231 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 23,921 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و30 مخالفة قيادة تحت تأثير المخدر. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية 72,638 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت أكثر من 37,736,000 جنيه. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، ضبطت أجهزة الوزارة خلال أسبوع 1216 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة، بلغ حجم التعاملات فيها أكثر من 1,249,000,000 جنيه، واخترت مصلحة الضرائب لفحصها. جهود تتواصل ونجاحات لأجهزة وزارة الداخلية في فرض الأمن وكشف غموض الجرائم وضبط مرتكبيها لحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.